هذه شخصية. هؤلاء هم من مقاتلي حزب الله في القلمون، والجثث تعود لمقاتلي المجموعات المسلحة السورية. المكان موقع الأوس، وهو أحد المراكز المتقدمة القريبة من بلدة عسال الورد. تم تصوير الفيلم بعدما استعاد مقاتلو حزب الله الموقع في هجوم مضاد شنوه على المجموعات المسلحة بعد ساعات من سيطرة تلك المجموعات على الموقع، وهو مركز عسكري مشترك للجيش السوري والحزب. هذا ما جرى في تلك المنطقة منذ أسبوع تقريباً. وقتها بثت المجموعات المسلحة عبر تنسيقية عسال الورد فيلماً يظهر سيطرتها على الموقع، وتحدثت عن سقوط مقاتلين اثنين من حزب الله في الهجوم وأسرها مقاتل آخر في الحزب هو عماد عياد، وهي بثت صوره وشريط فيديو يعرف فيه عن نفسه. إذن عاد الموقع إلى سيطرة الحزب والجيش السوري، وذلك بعدما كانت المجموعات المسلحة أعلنت عن تحرير عسال الورد. وهي عسال حررنا عسال، وهي عسال هاي عسال هاي عسال حررنا هاي منطقة عسال كلها تبيدنا صارت، ولله الحمد الله أكبر.